الله هناك بالزاوية، شوفوا ورا يوم البحر واحد قاعد يصيد سنارة، شوفوا داش بالبحر بعد، شوفوا داش بالبحر، شوفوا سبحان الله يصيد. هاي لأن منطقة يعني حلوة، وهذا يوم البحار شوفوا كله، يعني هو مع مجلس الأمة بس ما تسمى عبر الشارع، بس هو تعتبر يعني جزيرة نفس الأبراج، يعني زاوية داشة بالبحر لأنه دفان، أو يكون من أول في يعني كذي حرف ويكونون هم مكبرينه، ومرات يسوون منها مسنة، يسوون منها يعني أي شيء، لأن دفان البحر يعني مو صعب، أنت تجيب يعني كمية كبيرة من الرمل والأحجار وتدفن فيها وما ينقص من ملكه شيء، يعني زيد هني ينقص هني، هني زيد ينقص. بس احنا شوفوا هما اثنين فوق او ثلاثة قاعدين وواحد داخل يصيدون بالسنارة، لان هاي المنطقة ممنوع هني، مع تعتبر يعني مع جول الكويت ممنوع الصيد في يعني الطراريد الكبيرة، بس الخيط ممنوع، يعني الشبك الكبير وممنوع. وهذا جسر الشيخ جبر الاحمد، وهذاك هنا ان شاء الله يصيدون. هو طبعا بالخيط تصيد سمك صغير وكبير نفس ما الله يكتب له. هذا واحد ثاني دش معه ما شاء الله، الله يرزقنا وياهم الحلال، قولوا امين. وحل لكم صيد البري والبحر وطعامه حل لكم.